Hi there, how are you today? We'd like to discuss how to write a reply to a complaint email. All right, so today we will learn how to write a reply to a complaint email. النهاردة هنتعلم ازاي نكتب ايميل رد على شكوى. اوكي، يبقى هنتعلم رد على شكوى جاية للشركة اللي انت شغال فيها مثلا، و how you can address this complaint، ازاي تتعامل مع هذه الشكوى وترد عليها بالايه، بالايميل. اوكي، so without further ado let's share the desktop and start our today's lesson. اوكي، all right. نقرا ال prompt او راس السؤال موجود عندنا في البلوج. Write a reply email of about 100 words. اكتب رد ايميل رد من 100 words، يعني تقريبا 10 lines to the following complaint، على الشكوى التالية. يبقى في حد باعت لك شكوى باعتبار انت شغال في الكاستومر كير او الكاستومر سيرفيس في الشركه، وبعدين بيجي لك مثلا كومبلينت من احد الكاستومرز من الزبائن، فانت مفروض ترد على هذه الشكوى. نقرا الشكوى الاول وبعدين نشوف ازاي هنرد عليها. Dear Mr. Adams، عزيزي مستر ادمز، I hope my email finds you well. طبعا دي حاجه بنقولها في بدايه الايميلز، سواء البيزنس او البيرسونال ايميلز، اتمنى تكون بخير يعني في الاول، اول الايميل خالص. I hope my email finds you well. I am writing to complain about. طبعا زي ما احنا تعلمنا in the western style of writing، في خلال اول سطر او سطرين بقول ايه الهدف من الايميل بتاعي. I'm writing to complain about. انا كاتب لك الايميل ده عشان اشكو من او اكتب شكوى عن our order اللي هو 1 2 3 of Samsung Galaxy phones. زي ما احنا اتعلمنا قبل كده واحنا بنكتب ايميلز سواء كان في الجوب ابلكيشن او غيره او رايتنج بشكل عام، المفترض ان لو انا بكتب western style of writing، اسلوب كتابه غربي، لازم اقول هدفي من الكتابه سواء ايميل او paragraph او essay او غيره في اول سطر او سطرين. هنا الشخص اللي كتب الشكوى ديت كاتب ان انا كاتب هذا الايميل عشان اشتكي من او بخصوص الطلبيه رقم 123 الخاصه بهواتف سامسونج جالاكسي. يبقى على طول اللي يقرا الايميل يبقى عارف ان الايميل ده ما هوش مثلا ايميل تقديم على وظيفه، ما هوش ايميل خاص باي شيء تاني، لكن هو ايميل خاص بتقديم شكوى في الطلبيه رقم 123 اللي هي متعلقه بهواتف سامسونج جالاكسي. طيب ندخل بقى في موضوع الشكوى. We received 40 phones instead of 50. احنا وصلنا 40 هاتف جالاكسي سامسونج جالاكسي بدلا من 50. يبقى اول حاجه في الشكوى ان الكوانتيتي كانت اقل من الطلبيه اللي احنا طلبناها. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ ذا شيبمنت اللي هي الشحنه اللي وصلت لنا في الخاصه بهذه الهواتف arrived a week later than agreed، وصلت متاخره لمده اسبوع عن الموعد المتفق عليه. I expect solving this problem as soon as possible، وانا اتوقع حل هذه المشكله في القريب العاجل. I look forward to your prompt reply. انتظر ردكم او في انتظار ردكم. Yours, Dean Andrews. كده احنا شفنا الشكوى. الشكوى عباره عن ان سامسونج جالاكسي فونز طلبيه لهواتف سامسونج جالاكسي. اول شيء الكوانتيتي بدل ما يوصل 50 هاتف وصل 40 هاتف. The second thing is that it was one week late. الشيء الثاني المشكو
المشكو منه يعني ان الشحنه وصلت اسبوع متاخر عن الوقت المتفق عليه. طيب هو بيقول لي بقى وانت بتكتب ردك على الشكوى خلي بالك make sure to تاكد ان انت تكتب apologize for the problem، اعتذر. انت طبعا دلوقتي بتمثل الشركه اللي هي بعتت هواتف سامسونج جالاكسي، يبقى انت بتمثل قسم الكاستمر كير او الكاستمر سيرفيس، بتمثل قسم خدمه الزبائن او خدمه العملاء. apologize for the problem، اعتذر عن المشكله. give a possible reason، حاول يعني تعطي سبب ليه المشكله دي حصلت اصلا. وبعدين ثالث حاجه ودي اهم جزء في موضوع الرد على اي شكوى، say او show how the problem will be solved، يعني هتحل المشكله ازاي. حتى لو الشخص ما قالش مثلا سبب من الاسباب اللي ادت للمشكله، اهم جزئيه في الموضوع في ردك على اي شكوى ان انت تحل الشكوى. اوكي؟ يبقى هو طالب ثلاث حاجات، apologize for the problem، اول حاجه تعتذر عن هذه المشكله لان المشكله دي اللي سببتها الشركه بتاعتك. number two give a possible reason، حاول تعطي سبب ليه المشكله حصلت. number three show how the problem will be solved، ودي اهم خطوه في الرد على اي complaint ان انت تحل المشكله. اوكي؟ طيب خلينا نشوف الرد بتاعنا يكون ايه. طبعا you can collaborate زي ما احنا عارفين، ممكن تتعاون مع زملائك في الكلاس عبر البلاك بورد او المايكروسوفت تيمز لتبادل الافكار، وايضا don't worry that much about grammar and spelling errors، احنا مركزين على الفلونسي اكتر من الاكيوراسي. هو كاتب لك في راس السؤال يعني ان انت ركز في الفلونسي، يعني اكتب الكم المطلوب منك وما تشغلش بالك كتير بأي أخطاء ممكن تحصل منك في الكتابة. الهدف من الكلمتين دول إن إحنا نشجع المتعلم إن هو يكتب وما يبقاش خايف من الأخطاء اللي ممكن يقع فيه، لأن خوفك من الخطأ ممكن يخليك ما تكتبش أصلاً أي حاجة. بالنسبة لل foreign languages أو اللغات الأجنبية، if you wanna learn a language يجب إن أنت تكون حريص على انك تتكلم كتير وتكتب كتير وتستخدم اللغه دي كتير. لو انت خايف من انت تعمل اخطاء and then you will not be able to use that language a lot or write using that language a lot. فخوفك من ارتكاب الاخطاء هو ده اللي هيخليك ما تكتبش كتير وما تستخدمش اللغه كتير، وبالتالي مش هتتحسن في هذه اللغه. طيب خلينا بقى نركز في الموضوع بتاعنا النهارده، how we will reply to the complaint، ازاي نكتب رد على هذه الشكوى. نشوف كده our reply هنقول فيه ايه. reply to a complaint letter اللي احنا قريناه من شويه، او sorry to a complaint email، ردنا على الكومبلينت الشكوى بقى هيكون ايه. dear Mr. Andrews، طبعا اللي كاتب الشكوى اصلا زي ما احنا قرينا من شويه اهوت دين اندروز اللي هو ماضي على الشكوى في الاخير، يبقى عشان ترد على الشكوى انت دير مستر ادمز، هو كان بيخاطب مستر ادمز اللي هو المسؤول عن الكاستمر كير وهو اسمه دين اندروز، فانت هترد بقى على دين اندروز باعتبار ان انت مستر ادمز ومسؤول الكاستمر كير. فبالتالي هتقول dear Mr. Andrews وهتمضي اسمك انت في الاخر ادمز اهوت اللي هو مايكل ادمز. ده مايكل ادمز ده بقى يعتبر ممكن هو ممثل الشركه، ممثل الكاستمر كير الى اخره. طيب يبقى مستر اندروز الشخص اللي كتب الشكوى فانت بترد عليه، يبقى هتقول dear Mr. Andrews. اول حاجه نكتبها واحنا بنرد على ايميل فيه شكوى انك بتعتذر عن هذه المشكله. I am very sorry for what happened to your order 123 of Samsung Galaxy phones. خلاص انت بعت لي شكوى بخصوص شحنه او طلبيه هواتف سامسونج جالاكسي، يبقى اول حاجه انا اعتذر بالنيابه طبعا عن الشركه عن ما حدث او المشكله اللي حدثت في الطلبيه رقم 123 والخاصه بالجالاكسي فونز او سامسونج جالاكسي فونز. زي ما قلنا في اول سطر او سطرين من اي كتابه بنكتبها مفروض نقول ايه سبب الكتابه.
فطبعا هو هنا بيرد على شكوى فبيعتذر عن حدوث هذه المشكلة أصلا من الشركة اللي هو شغال فيها. يبقى دي أول حاجة. تاني حاجة the reason that caused this problem. طبعا لو تفتكروا وهو كاتب الكومبلينت في رأس السؤال هو بيقول لك تأكد إنك تعمل ثلاث حاجات. أول حاجة إن أنت تعتذر عن المشكلة وده اللي حصل أهوت. I am sorry. أول حاجة قالها I am sorry أو I am very sorry for what happened to your order. 1 2 3 وحدد بالظبط طلبيه رقم كذا الخاصه بكذا. يبقى انا اعتذر عن ده. يبقى هو عمل اول جزئيه اللي هو الاعتذار او apology. تاني حاجه give a possible reason. طبعا انت عارف الشركه اللي انت شغال فيها حدث منها مشكله. يبقى حاول توضح ليه المشكله دي حصلت. Why this problem happened. The reason يبقى نلاقي على طول تاني حاجه هو قالها the reason that caused this problem. السبب حدوث هذه المشكلة was a computer software error. كان في خطأ في برنامج software الخاص بالكمبيوتر. يعني مثلا بدل ما يبعتوا 50 جالاكسي فون بعتوا 40. لو انتم فاكرين ان هو we received 40 phones instead of 50 phones. في برامج software بتبقى خاصة بان انت تطلب شيء من الشركة. طبعا لان احنا بنتكلم على مئات الطلبات والاف الطلبات فما هياش هذه الطلبات these requests are not processed manually. ما هياش بيتم تلبيتها بشكل يدوي او عن طريق شيء يدوي لكن بتبقى عن طريق برنامج سوفت وير. وبالتالي هو بيقول وبيوضح هنا ان السبب حدوث المشكلة the reason that caused this problem was a computer software error. في مشكلة في برنامج software الخاص في الكمبيوتر اللي احنا بنستخدمه في تلقي الطلبات وتلبية الطلبات. دي أول حاجة. وبعدين قال إيه كمان which we already fixed. وإحنا قدرنا نحدد هذا الخطأ في البرنامج وعالجناه بالفعل. خلاص. كمان moreover يعني بالإضافة إلى ذلك your shipment arrived a week late. الشحنة المفروض بتاعتك أو الطلبية بتاعتك وصلت أسبوع كامل متأخرة due to our transportation truck accident. يعني السيارة النقل الخاصة بالنقل الخاصة بنا بالشركة بتاعتنا صار عليها حادث. يعني كان هناك حادث في سيارة النقل الخاصة بشركتنا وبالتالي وصلت الشحنة متأخرة. يبقى في الجزء ده هو وضح سبب حدوث المشكلة اللي هي بعتوا 40 phones instead of 50 phones. ده كان بسبب computer software error خطأ في برنامج software الخاص في الكمبيوتر وتم علاجه بالفعل. We already fixed. وإحنا عالجنا هذه النقطة. الجزء الثاني إن كان في accident صارت حادث على transportation truck سيارة النقل الخاصة بالشركة وبالتالي ده سبب تأخير الشحنة. That's why the shipment was one week late. يبقى هو كده عمل السبب. طيب لحد الآن المشكلة ما تحلتش. هيحل بقى المشكلة ازاي؟ قول ازاي هتحل المشكلة. دي أهم خطوة في الرد على أي complaint. طبعا انت اعتذرت وقلت possible reason سبب أحد أسباب حدوث هذه المشكلة. لكن أهم خطوة أنك تقول how the problem is solved. طيب هيحل المشكلة إزاي؟ هو كتب هنا I am sending you the remaining 10 Samsung Galaxy phones immediately. أنا بعت لك دلوقتي حالا العشر هواتف Samsung Galaxy اللي ناقصة. دي أول حاجة free of shipping charges وبدون أي مصاريف شحن إضافية. طبعا لأن الخطأ من شركته because the problem is was caused by his company. طيب إيه كمان؟ I also promise وأنا أعد that your future orders will arrive on time. وأعدك أن طلباتك المستقبلية ستصل في الوقت المحدد. يبقى حل المشكلة إزاي؟ He is sending the remaining 10 Samsung Galaxy phones immediately. هيبعت العشر هواتف Samsung Galaxy فورا without any shipping charges بدون أي مصاريف شحن إضافية. And I also promise that your future orders will arrive on time. وبيعد أوكي إن
طلباتهم أو طلباتك المستقبلية لن تتأخر عن الوقت المحدد. في آخر الإيميل بقى كاتب إيه؟ I apologize one more time. طبعا في الأول كتب I am sorry أو very sorry، في الآخر I apologize one more time، أعتذر مرة أخرى. طبعا يجب تكون مهذب وانت بترد على الكومبلينت، خاصة ان الشكوى دي شركتك هي المسؤولة عن حدوثها سواء بقصد او بغير قصد، فبالتالي انت بتعتذر على اساس تخلي العلاقة ودية وان الشخص الاخر يتعامل مع الشركة مرة اخرى. وكمان بيقول له I look forward to doing business with you in the near future. أنا أتطلع إن إحنا نعمل شغل مع بعض في المستقبل القريب، يعني نظل نعمل بيزنس مع بعض وإن الموضوع ده ما يأثرش على علاقة العمل اللي بيننا. وبعدين طبعًا في الآخر yours مايكل آدامز. أوكي؟ لاحظ إن زي ما قلنا في فيديوهات أخرى إن تركيبة look forward to لازم يجي بعدها gerund أو verb plus ing. I look forward to doing business with you. اتطلع للمزيد من العمل معكم او ان احنا نعمل بزنس مع بعض، يبقى I look forward to doing a business with you in the near future. طبعا yours وبعدين his full name Michael Adams. طبعا لاحظ ان كمان في كتابه الكومبلينس او الرد على الكومبلينس اللغه المستخدمه هي لغه فورمال، لغه رسميه ما فيش فيها اي حاجه غير رسميه، يعني لغة عامية أو حاجة، وفيها طبعا كلمة دير مستر وبستخدم الفاميلي نيم عشان دي من أحد أساليب الفورمال لانجويج أو اللغة الرسمية. زي ما قلنا مفيش في أسلوب كتابة الإيميل كرد على شكوى أو كتابة شكوى يكون فيها لغة عامية. أوكي؟ وفي الآخر برضو بعد ما بيكتب يورز بيكتب اسمه بالكامل لأن this is a formal email، وبالتالي لازم يكون مكتوب بشكل رسمي وليس بلغة عامة. I hope that you enjoyed our lesson today of how to write a reply to a complaint email. And till we meet again, I wish you the best. I'll see you in the next one. Bye for now.